السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أيمن شوقي من قناة طرق لفعل الخير. إن شاء الله في الفيديو ده هعرفك إزاي تعمل يوزر جديد على الويندوز بتاعك بكل سهولة. الخطوات دي تقدر تنفذها على ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 10، ويندوز 11، لأن الخطوات كلها واحدة في النسخ الويندوز. طبعا عشان تعمل يوزر جديد إضافية غير اللي أنت عاملها دي، هتضغط كليك يمين على أزاز بي سي، بعد كده على المانج، بعد كده هتضغط على لوكال يوزرز أند جروبس، بعد كده يوزرز. هتظهر لك الشاشه دي، هتضغط كليك يمين، بعد كده هتضغط على نيو يوزر. هتكتب اسم اليوزر اللي انت عايز تعمله، مثلا انا هكتب اسم شوقي. بعد كده هتكتب الباسورد اللي انت عايز تعمله وتعيد الباسورد في الخانه اللي تحتيها، وبكده هتكون عملت يوزر نيم وباسورد جداد لليوزر الجديد اللي انت عايزه. لو انت مش عايز تعمل باسورد ممكن تلغي الكلام ده خالص، وبكده انت هتكون عامل يوزر جديد من غير باسورد. بعد كده هتدوس على كرييت، هنطلع هتلاحظ ان هنا في يوزر جديد اتعمل باسم شوقي ومتفعل عندك. فلو حابب تخش عليه بتدوس على ستارت، بتدوس هنا وهتضغط على اليوزر الجديد اللي انت عملته، وبكده تكون انت عامل 2 يوزر للجهاز بتاعك، واحد عادي وتعمل واحد تاني بكل سهولة. فاما لو حابب تلغي اليوزر اللي انت عملته هتضغط عليه كليك يمين، بعد كده ديليت، وبكده هتكون حذفت اليوزر اللي انت عملته بكل سهولة. طبعا اتمنى تكون استفدتوا من حلقة النهاردة. ما تنساش تضغط لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيه عشان تشوف فيديوهاتي اللي جاية، ولو عندك اي استفسار اكتب لي في تعليق اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.